طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى. أيها الأعزاء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الخلق على الإطلاق. أورد الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله حديثا عظيما شعن عن معمر عن ابن منقدر عن جابر رضي الله عنهم قال جابر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول شيء ما خلقه الله، فقال هو نور نبيك يا جابر. هذا حديث صحيح متصل مقبول، رجاله رجال الصحيح. أولا معمر، يعني معمر بن راشد، وقد أثنى عليه المحدثون الناقدون سلفا وخلفا. قال آفر الدنيا ابن حجر الأسقلاني عنه هو ثقة ثابت فاضل في التكريم. وكذلك يقول العلامة الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، معمر بن راشد الإمام الحافظ شيخ الإسلام. وكذلك يقول أحمد بن عنبل رحمه الله ثناء كثيرا. وثانيا هو ابن المنقدر، هو محمد بن المنقدر بن عبد الله. يقول عنه الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله في إسعاف المبتح كان من معادن الصدق. كان ابن المنقدر من معادن الصدق، اجتمع إليه الصالحون وثقة ابن معين. وثالثا هو جابر بن عبد الله، وهو صحابي جليل لا نتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يسكت من سنده راب، ولا هو ملترب ولا هو موضوع، بل صحي، ولكن سنده سند عالي لكلة رجاله ولكرابة المزيد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله.